أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج شاي أخضر. وفي حلقة اليوم سنتناول موضوع القصور الكلوي وطرق الوقاية منه. قبل أن نبدأ الحوار نذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة، بالإضافة لإمكانية التعليق على صفحة البرنامج على الفيسبوك. ولكن في البداية دعونا نتعرف إلى الكلية وأهم وظائفها في جسم الإنسان في هذا التقرير. تعرف الكلى بأنها أحد أجزاء الجهاز البولي في جسم الإنسان، وهي عبارة عن كليتين تقعان على الجدار الخلفي لتجويف البطن على جانبي العمود الفقري أسفل الحجاب الحاجز. وتشبه الكلية في شكلها حبة الفاصوليا، لونها بني مائل للحمرة، والكلية اليمنى أطول من الكلية اليسرى في الجسم. للكلى في جسم الإنسان وظائف عدة، منها تنقية الدم من السموم، المحافظة على توازن المياه والأملاح في الجسم، المحافظة على تعادل الدم من ناحية الحموضة والقلوية، ومساعدة الكالسيوم على الترسب في العظام. نظرا إلى وظيفة الكلى المهمة في الجسم يجب المحافظة عليها، فبعض السلوكيات الخاطئة تدمرها وتهدد حياة المصاب. ومن طرق وقاية الكلى من الإصابة بالمشاكل تقليل استخدام المسكنات، الحرص على تناول الغذاء السليم والصحي، شرب كميات كافية من المياه بشكل يومي، والمحافظة على إجراء الفحوصات الدورية للكلى للتأكد من سلامتها. مساكم سعيد مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا شاي أخضر. نحن دائما على الهواء مباشر باستفساراتكم واتصالاتكم، وطبعا المواضيع يلي بتهمكم لحتى نحن نحكي فيها. طبعا للحديث عن القصور الكلوي يسرنا أن نستضيف الدكتور مصطفى مزنرة الاختصاصي بأمراض الكلى. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. بداية قبل ما ندخل بالحديث ونستفيد فعلا بالمعلومات، تعريف بسيط للكلية وحتى وظائفها. هلا الكلية هي عضو مهم مثل باقي أعضاء الجسم، هي عبارة عن عضو قد حجم قبضة اليد، تقع على جانبي العمود الفقري. إلى وظائف كثير، يعني هون تكون أهميتها. أهم الوظائف هي تنقية الجسم من السموم والشوائب والمستقلبات، والوظيفة الثانية تخليص الجسم من السوائل الزايدة. وفي لها وظيفة مهمة كوظيفة غدية صماوية، يعني تفرز بعض الأنواع من الهرمونات مثل هرمون الإريثروبيوتين اللي بيدخل بتركيب الكريات الحمر. بتلعب دور بتشكيل الشكل الفعال فيتامين د وتوازن الكلس والفوسفور بالجسم. في لها كمان بتدخل بالضغط الشرياني عبر جملة الرينين أنجيوتنسين، هي بتنظم الضغط بالجسم. وظائف كتير متعددة، هون تكمن أهمية الكلية بوظائف الكتيرة. تمام. لما بنحكي عن القصور الكلوي أو الفشل الكلوي، يمكن هو المعنى بيجي واحد. تماماً. شو هو أنواعه؟ شو هو تعريف القصور الكلوي؟ تمام. تعريف القصور الكلوي أو الفشل الكلوي بن اسمه فشل الكلية بالقيام بوظائفها. قد تكون الفشل كامل، توقف عن عملها بشكل كامل، او يكون قصور بعملها، يعني انه فشل بدرجه معينه من القيام بكل الوظائف او ببعض الوظائف. نعم. هون ممكن يعني كمان مشان نوسع التعريف شوي، في نوعين مهمين للقصور، قصور حاد وقصور مزمن. القصور الحاد هو تدهور سريع جدا لوظائف الكلية خلال ساعات او ايام. الكلية تدهورت ودخلت بفشل كلوي. اما القصور المزمن هو تدهور تدريجي بوظيفة الكلية وعملها، يعني قد تكون اشهر لسنوات.
ضروري نعرف الفرق بين الاثنين، لانه بتفرق كثير الاعراض والعلاج عن القصور الكلي الحاد عن قصور المزمن. طيب دكتور، دائما هناك مسببات للامراض، امراض قصور الكلى، مسببات يمكن وراثيه ممكن تكون، او حتى بشكل عام مرضيه. شو هي اهم المسببات؟ هلا بنرجع المسببات بتفرق حسب القصور، قصور الحاد او القصور المزمن. كل قصور له مجموعه من الاسباب. نعم. هلا بالقصور الحاد الاسباب ممكن نقسمها لثلاث اسباب رئيسيه نحن بنصنفهم. اسباب قبل كلويه، كلويه، بعد كلويه. قبل الكلويه هي شيء هي الاشيع واللي بنشوفه اكثر شيء هو التجفاف. نعم. نقص الارواء للكليه. مثلا مريض تعرض مثلا لاسهال شديد، نقص بشرب السوائل، نزف مثلا، حروق واسعه، هون بصير في تجفاف بالجسم، بتنقص الترويه على الكليه، بتصاب بقصور. في اسباب كلويه، امراض بتصيب الكليه بحد ذاتها يعني، مثل مثلا استعمال ادويه مثلا سامه للكليه بجرعات عاليه، او امراض معينه بتصيب الكليه. نعم. المجموعه الثالثه هي الاسباب البعد كلويه او الاسباب الانسداديه، انسداد بمجرى البول مثلا، بالمثانه، بالبروستات، عند الذكور، حصيات بالحالبين، هون ادى الشيء لانسداد مجرى البول، وما عاد يحسن، ما عاد القدره انه يطلع البول برات الجسم، بتصاب الكليه بالقصور. هي بالنسبه لمسببات القصور الحاد. اما القصور المزمن اللي حكينا عنه التدريجي، الاشيع السببين لقصور الكليه المزمن هن داء السكري والضغط، ارتفاع التوتر الشرياني. شو السبب او شو الرابط بين هذول المرضين للقصور هي الكلوي؟ السكر بحد ذاته بحب الكليه، بحب يهاجم الكليه. مجرد بدء داء السكري عند المريض، بتبدا راسا اليات بالكليه بتخرب الكليه. هلا هون كل ما كان السكر مضبوط معنا، كل ما كان يعني نحن منتبهين لمرض السكر، نوقي الكليه او بيكون القصور بطيء جدا. اما وقت بيكون السكر غير مضبوط بارقام عاليه، بيكون هجومه حاد على الكلية وبيدهور وظائفها بشكل أسرع. تمام دكتور. طيب شو هي أهم الأعراض اللي ممكن تبين على مريض قصور الكلى؟ وشو ممكن مثلا أحيانا دائما بترافق في التهاب مجاري بولية، أو حتى في التهاب مثاني بولية؟ طبعا. أو حتى في رمل أو حتى بحص. يمكن بتتشابه شوي الأعراض. الأعراض أنا حتى أعرف وشخص فعلا قبل ما أتوجه للطبيب أنه ممكن أنا أتعرض لقصور كلوي. تمام. هلأ القصور الحاد، نرجع للقصور الحاد والمزمن. القصور الحاد الاعراض الموجوده هي اللي بنشوفها، هي الاعراض، المرض اللي سبب لنا القصور. الصوره السريريه بتكون مو للقصور الكليه، للمرض اللي سبب القصور الحاد. مثل ما حكينا مثلا اذا في نزف، اذا في اسهالات شديده، اذا في علامات التجفاف بالجسم، بنلاقي المريض ضغطه نازل، دايخ، شاحب، يعني هي بيكون الاعراض اكثر للمرض اللي سبب. الانسداد البولي مثلا بنلاقي الام، بنلاقي اسر بول، عدم قدره على التبول. هلا بالقصور المزمن، هون بنشوف طيف واسع من الاعراض، حتى بسموها المتلازمه اليوريميائيه. هون بنلاقي انه تاثيرها على معظم اعضاء جسم او اجهزه الجسم. بنلاقي مثلا اعراض هضميه، مثلا المريض بيعاني من اقياءات، من فواق، من نزوف هضميه احيانا. ممكن في اجهزه ثانيه بالجسم، مثلا جلد، المريض بيعاني من حكه، بيعاني من شحوب، هيك بنسميها لون بشره بسموها السحنه الترابيه، مثل لون التراب، تساقط اشعار، اعراض عصبيه، المريض ممكن ميل للنوم حتى تصل لمرحله الاعتلال الدماغي، السبات الكامل. حتى بالقصور المزمن كمان كمان المرض المسبب ممكن نشوفه، مثل ما حكيتي، اذا انتانات شديده عندنا، او حصيات، داء حصوي مسكر لنا الحالبين، مسكر الكليه كمان. يعني المرض اللي سبب لنا
القصور كمان تظهر أعراضه بشكل واضح. تمام دكتور، بلشت الاتصالات بشكل سريع على هواتف البرنامج. معنا أول اتصال من عتاب من دمشق. أهلا وسهلا فيك، تفضلي. أهلا مرحبا. يا ميت هلا. كيفك مدام شروق؟ يا أهلا وسهلا. أشكرك على البرنامج الحلو. تفضلي. أهلا وسهلا. شكرا. بس بدي أسأل الدكتور أنه أنا معي نوبة رمل عم عاني منها من سنة تقريبا. رحت مرتين على المشفى، عطوني دواء مسكنات وقالوا لي اشرب مي. بعدين عملوا تصوير بالإيكو، طلع عندي بحثة 1 ميلي. هلا هو انهم قالوا لي بدي عمليه وهيك، بس انا بخاف من العمليات. هلا بدي اساله للدكتور، فيني انا انه في دواء معين اقدر اخذه لحتى اتخلص منه بدون عمليه؟ مع فاية حبيبتي. شكرا. شكرا لك. اهلا وسهلا. سلام. تمام. هلا الحصيات الكليه، الحصيه اللي حجمها تحت ال 6 ميلي او 7 ميلي غالبا هدول بيجاوبوا على العلاجات الدوائيه، في ادويه مذيب للحصيات مع شرب السوائل، مع هي ممكن تنطرح. هلا اما الحصيات الاكبر يعني على حسب حكيها انه حجمها حوالي 10 ميلي او 1 سنتي تقريبا هيك احجام، وصل لها فتره طويله، صار لها شيء سنه، هي بيكون صارت قاسيه كثير، بجوز ما تجاوب على العلاجات الدوائيه. حسب انواع الحصيات هلا غالبا تكون تماما شايف. هلا الـ تماما هلا هي غالبا تكون كلسيه، 90% من الحصيات كلسيه، وفي 10% انواع ثانيه. هلا الانواع الثانيه غالبا هلا نحكي انه تكون كلسيه، الانواع الثانيه تعالج حصيات حمض البول او قلونة البول او هي المفروض تجاوب على العلاجات. حصيات الكلسيه قلت لك اذا صلى فتره طويله وحجمها كبير غالبا ما بتجاوب. هون بقى بنجي للعلاجات الثانيه، هي يا اما جلسات تفتيت بالامواج فوق الصوتيه كمان حسب وين موجوده بالكليه، اذا كانت بالقطب السفلي تفتيت صعب، حسب كمان مثل ما قلتي اذا حجمها مثل قرن الوعل الى اشواك الى تفرعات، او بعد تكون هون الحل الاخير هو العمل الجراحي. العمل الجراحي ما بنحسن نقول انه شو وضع هذا، بدها تنفحص ونشاف الصور. صحيح. ونشاف الهي. دكتور كمان على صفحه البرنامج عم يسال انه انا باخذ ادويه مسكنات وابر لتخفيف الالم والاوجاع، هل كثر الادويه له تاثير على الكليه اوجاعه مع انها عصبيه وعظميه؟ يعني ممكن يكون في تداخل بالادويه حتى زياده الكلسيوم، يمكن كمان يمكن تعمل ترسبات بالكليه. تمام. هلا المسكنات، في انواع مسكنات، المسكنات المضادات الالتهاب غير الاسترويديه مثل البروفين والديكلون واخواتهم او السيتامول. هلا السيتامول امن على الكليه، اما الفئه هي الاولى المضادات الالتهاب غير الاسترويديه هي عدوه الكليه، تؤثر بشكل كبير على الكليه. الاستعمال المتكرر والمزمن بصير في عندنا خطورة كبيرة انه تنأذى الكلية ولا ينصح باستخدامها بشكل مستمر. حتى دكتور كمان ممكن أدوية اللي بتحتوي على مادة الكورتيزون ممكن كمان تأثر على أمراض الكلية؟ لا، الكورتيزون لا، كورتيزون من المواد الآمنة على الكلية، ما بيأثر على الكلية. لا بالعكس، في كثير أمراض بالكلية علاجها بالكورتيزون أصلا. طيب دكتور، معنا أيضا اتصال من خالد عودة من دمشق. أهلا وسهلا فيك، تفضل أستاذ خالد. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. ممكن نسأل الدكتور؟ تفضل الدكتور معك. كيفك دكتور؟ يا اهلا وسهلا، تفضل. دكتور عندي طفل، انا كان عمره 5 سنوات، صورت له بالكلى، طلع معه 5-6 فحصات بكل كليه. اخذته على الدكتور، الفحصات اللي كانوا برا الكليه نزلوا. نزلوا بمجرى البول. نعم. بس قال لي في عنده كذا فحصه 8 ميلي بقلب الكليه. كبيره والله بالنسبه له، على حجم بالنسبه لعمره. قد ايه عمر الطفل؟ خمس سنوات. قال لي بده عمل جراحي لحتى نقيمهم من الكلية. بس السؤال انه قال لي بدي اغسل له كلى بس اعمل له العملية، فانا ما استرجيت انه اعمل له العملية صراحة. طيب شكرا، معافى ان شاء الله. الله يعطيك اياها. هلا هون بدنا نمشي على خطين، اول شيء شو سبب تشكل الحصيات بهيك اعمار باكرة؟ بنخاف نكون في عنا امراض وراثية، مو شرط تكون يعني طفل بهذا العمر. كلسية مثلا هي الشائعة، بس قلت لك في انواع ثانية للحصيات. بس قصدي انه طفل بهذا العمر انه يعني اي وارد في امراض وراثية، داء الاوكزالات مثلا، يعني في امراض، ممكن في امراض استقلابية عند الاطفال ممكن تشكل حصيات. هلا هون بده يندرس الطفل. هلا يفضل لو عم تقول نزل
نزل حصاة انه تتاخذ تندرس لو محتفظ فيها للبحصة تروح على المخبر بدرس لنا المخبر بانه شو تكوينها وعلى اساسه بنبلش خطة العلاج مشان ما يتشكل معنا بحص ثاني. حتى لو كانت كلسيوم كمان ندرس ليش عنده مثلا الطفل بيلة كلسية الكلية عم تهرب كلس في إصابات بأنابيب الكلية ممكن تساوي هالشيء ممكن يعني في أمراض ممكن تساوي هالشيء بدنا ندرس هالموضوع بشكل جيد. هلا هاي أول خط نشتغل عليه. الخط الثاني إنه نتخلص من الحصيات الموجودة هيك أحجام بتوقع وهيك عدد بتوقع العمل الجراحي هو الحل. هلا انه بده يحتاج غسيل بعد الـ 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 العمليه او ما بيحتاج حسب الاذيه اللي صايره بالكليه. يعني ممكن ترجع تترسب الحصيات بالكليه لحتى يصير في هلا هي نحن اول شيء انه اننا ندرس الموضوع عشان ما تترسب حصيات جديده. بس هلا نحل الحصيات الموجوده شو درجه الاذيه اللي عاملتها على الكليه. هاي ببين هون في نعمل تحاليل بنشوف وظيفه الكليه بنشوف اذا بحاجه غسيل بعدها او لا. دكتور معنا محمد من دمشق، تفضل محمد. يعطيك العافية. ألف عافية، أهلا وسهلا. بس أنا راجعت طبيبي هذا بالبوتاسيوم بالدم، هلا وصف لي دواء. بس تعدلي السؤال، فرط بوتاسيوم ولا نقص بوتاسيوم؟ في زيادة بوتاسيوم. زيادة بوتاسيوم. وصف لي دواء بولسترين. تمام، أنا ارتحت شوي على الدواء. لازم ضل آخذ أدوية منظمة للبوتاسيوم. تمام. هلا اول شيء بدنا نشوف شو سبب ارتفاع البوتاسيوم عندك، مثلا قصور كليه، انت عندك درجه من درجات قصور الكليه، الكليه غير قادره على تطرح البوتاسيوم. تمام دكتور، عندك قصور كليه. هلا اذا في قصور كليه وما الكليه غير قادره على طرح البوتاسيوم، عندك هون واحد من اثنين، يا اما نعمل جلسات غسيل ننظف الجسم من الشوارد الزائده بيناتهم البوتاسيوم، او اذا بس البوتاسيوم هو الشيء الوحيد اللي يعني هلا وقت بيرتفع البوتاسيوم بجوز نلاقي شغلات ثانيه مرتفعه بالجسم، شوارد ثانيه او مواد مضره ثانيه. اذا بس البوتاسيوم هو المرتفع لا ممكن نعالجه دوائيا. تمام دكتور، ايضا الاتصالات فعلا زايده على البرنامج. في صفاء من ريف دمشق، اهلا وسهلا فيكي صفاء، تفضلي. يعطيك العافيه دكتور، اهلا وسهلا. الله تفضلي. الله يسلمك. بدي اسالك دكتور، اذا طفلي عمره 6 سنين مع رمل بالكليه في مجال يتعالج بشكل نهائي؟ تمام. هلا نعالج الرمل الموجود، في ادويه مذيبه للرمال. تمام. مع شرب السوائل وهي نفس الوقت لازم تنعمل دراسه بنشوف اذا في شيء مرض او حاله مرضيه بالكليه هي عم تشكل هالحصيات ممكن تتعالج. في شويه تحاليل ومعايرات ممكن تنعمل لنشوف الكليه اذا فيها حاله مرضيه او لا. تمام، شكرا لك. اهلا وسهلا دكتور. حكينا مثل ما قلنا ذكرنا الاسباب والاعراض للمرض قصور الكلى، كمان يعني ممكن بابرز انه التشخيصات اللي نحن ممكن نحن نعرف انه هذا المريض فعلا بيعاني من قصور كلوي ان كان حاد او مزمن. تمام. شو هي فعلا الاعراض اللي بتبرز؟ تمام. اكثر شيء دائما بهم المواطن او حتى المشاهد. تمام. هلا القصور الحاد مثل ما حكينا هي المرض المسبب، هو بتظهر صورته السريريه اكثر. بالقصور المزمن الاعراض كمان حكينا اعراض، اذكر شيء بنشوفه اعراض هضميه، بتلاقي انقياءات غثيان، اضطراب بالهضم، حكه بالاعراض خارجيه، حكه بالجلد، لون شحوب، يعني هي اعراض العصبيه وغيرها، وفقر الدم حكينا اول شيء انه الكليه بتدخل بتكوين يعني بتنتج هرمون بيكون بيدخل بتكوين الكريات الحمر، بنلاقي المريض عنده فقر دم، بنلاقي عنده اضطراب بالكلس بفيتامين د، الضغط كمان بيكون في اضطراب بالضغط، يعني في مجموعة كتير كبيرة من الأعراض. هذا الدكتور المرض هل هو بيشفى فعلا أو أنه مرض ناكس؟ هلأ القصور الحاد يشفى طبعا إذا تدخلنا بسرعة وعالجنا السبب يلي أدى للقصور ممكن بنسبة كبيرة أنه ترجع الكلية تشتغل،
يعني مثلا اذا في انسداد حطينا قسطره بوليه، حطينا تفميم مثانه، تفميم كليه، فتحنا طريق للهي بتشفى الكليه بترجع. نفس الشيء اذا كانت شفاف او كذا، عوضنا سوائل، عوضنا إماها جيده بتشفى الكليه. اما القصور المزمن، قصور التدهور التدريجي هذا اللي بيصير غالبا، هذا لا، هون المريض بده يتعايش مع 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 وضعه، يعني بصير دائم الدواء عنده، بده يصير هون بشكل دائم. بتعرفي الكليه من الاعضاء النبيله بالجسم، مثل الدماغ، مثل العين، مثل القلب، شيء اللي بنخرب فيها ما بتجدد، ما بيطلع بداله شيء. بقى هون بده يتعايش المريض مع مع مرضه طول عمره. اكيد. معنا اتصال من خير ومن دمشق، تفضل. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. دكتور، عندي الوالدة بتشكي من التهابات في البول. و بصير معها تبول لا إرادي. وبتشكي دائما من هالقصة. تمام. بس إذا في شي دواء أو في تحليل معين أعمله مشانها. تمام. هلا الله يعافيك. هلا اذا سبب سلس البول هو الانتانات البوليه المتكرره، العلاج انه زرع البول، عرفت العامل المسبب، وحاول نعالج الحاله الحاده ونعطي ادويه وقائيه فترات منيحه مشان ما ينكس المرض معنا. هلا غالبا عند النساء الكبار بالعمر بيكون في اسباب ثانيه لسلس البول. كمان هون لازم تندرس، بجوز هبوط الرحم مثلا عند النساء الكبار ممكن يسبب سلس بول، او مشاكل عصبيه احيانا، تعصيب المثانه، الاعصاب اللي بتعصب المثانه يكون فيها مشاكل، اعتلالات اعصاب مثلا، امراض ثانيه مثل السكري او شيء بيكون المثانه واهنه. هلا هون بده يعني بده يندرس كمان السبب يلي ادى لسلس البول ويتعالج. في احيانا حالات ما بتتعالج غير بعمليات. إذا كان سببه مثل ما حكيت حضرتك الإنتان البولي، بتعالج الإنتانات البولية، تتعالج. أحيانا بتكون مزمنة وصعبة العلاج، بتاخد وقت طويل وحسب الأذية اللي مخلفتها كمان. يعني إذا يعني إنتان صار له زمان ومؤثر على المثانة، حسب يعني هون حسب كل حالة إلى علاج. دكتور، بدنا نسأل إمتى ممكن يضطر المريض فعلا لغسيل كلية، وخاصة أنه هو يمكن أصعب مرحلة تمرق على المريض، أو مرحلة انتهائية هي بنسميها القصور الكلية الانتهائي، وقت الكلية خلاص ما عاد تحسن تقوم بعملها يعني تقريبا تحت بكون وظيفتها تحت 15% تقريبا وظيفة الكلية. هون بنروح لهذا العلاج اللي بنسميه العلاج الريبليسمنت ثيرابي، العلاج البديل. هو جهاز الكلية الاصطناعي، هو اسمه التنقية الدموية، التحال الدموي، نحن بنقوله باللغة الشائعة غسيل الكلية. هو عمليا جهاز غسيل، جهاز كلية اصطناعية، الدم بيطلع عليه بتنقى، بيتفلتر، بينسحب السوائل الزائدة والشوائب وبيرجع نضيف للجسم. هذا مبدأ الغسيل. هون بده يعتمد عليه بشكل دائم طول عمره المريض. إذا كان قصور انتهائي، هذا بنسميه انتهائي الكلية تحت 15% عم تشتغل. أو نروح بقى لزرع الكلية كمان، هذا علاج كمان نهائي، وتكون الكلية خلاص فلست ما عاد تقوم بوظائفها، والمريض صعب عنده الغسيل او في مشاكل بالغسيل، او اذا عنده متبرع الحسين يلاقي متبرع. الحل كمان النهائي هو زرع الكليه. طيب دكتور، انا بالاعمار المتقدمه ممكن فعلا الجا لهي الانواع من العلاجات، لكن بالاعمار الصغيره ممكن اني جنب طفلي او حتى اي شخص عمره صغير انه يوصل لهي المرحله. اكيد في طرق وقائيه كثيره انه المريض ممكن يستخدمها مشان ما يوصل لهي العوارض. تمام. هلا اهم شيء الكشف المبكر. القصورات الحادة قابلة للشفاء، يعني إذا إجا المريض بالفترة الذهبية نعرف السبب اللي أثر على الكلية، تعالج بشكل جيد، ممكن ننفذه من أنه يدخل بقصور كلية ومشاكله. هون المريض لازم ما يطنش على 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 أعراضه، ما يطنش على الـ الـ على الشيء عم يصير معه، ما يجينا بمراحل متأخرة. أي عرض غير طبيعي يراجع يفحص. هلأ باللي معه قصور مزمن كمان مشان نحميه أنه يتطور يصل للقصور الانتهائي والغسيل والهي، كمان هون في عنا تدابير أنه أول شيء
نضبط بشكل جيد عوامل الخطوره. نعم. يعني مثلا مريض سكري لازم نضبط له سكره بشكل جيد. مريض ضغط نضبط له ضغطه بشكل جيد. نعمل تحاليل دوريه شوف شو في مخربط بالجسم نضبط له اياه. التهابات البوليه نعالجها اول باول. الحصيات الرمال يعني اي شيء بيؤذي الكليه اي شيء بيضغط على الكليه نعالجه اول باول. دائما المتابعه بنطلب المتابعه من الاشخاص المريضين ونتمنى فعلا السلامه للجميع. دكتور نورتنا ببرنامجنا بدنا نشكر حضورك معنا. دكتور مصطفى مزنره وحضرتك اختصاصي بامراض الكليه شكرا جزيلا لك نورتنا. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير نجدد فيه النشاط والحيويه ونحافظ على صحة جميع أجهزة الجسم لممارسة بعض التمارين الرياضية مع الكوتش سمير حجازي لنتابع معا. الرياضة هي شيء أساسي بحياتنا لازم دائما نواظب عليه. هلأ اليوم بدنا نتعلم ونتدرب مع بعض بتمارين رجلين خصوصي لنشغل عضلات الأمامية والخلفية ونشغل المنطقة الداخلية للرجلين وهي من أهم المناطق وأكثر المناطق اللي ممكن تسبب عنا وجع وتعضيد. هلأ بدنا نبلش مع بعض. أول شيء واللي هو أهم شيء دائما بهذا الجو بهذا البرد هو عملية الإحماء. قبل ما نبلش بعملية الإحماء شغلة تانية كمان هي نصيحة مني لإلكم أن ينتو المي سواء كان الجو بارد ولا دافي ما بتنقام من إيدنا أبدا بأثناء التمرين وبعد التمرين لأنه المي هي أساسية لجسمنا. رقم ثلاثة حنبلش أول شيء بعملية المرونة هون بتنفس منيح بدل. طبعا عملية المرونة أو الإحماء خلينا نقولها هي بتكون لكامل الجسم. يعني أنا اليوم عندي رجلين ما بلشت بالرجلين لا بلش من فوق لتحت أو من تحت لفوق هذا الشيء اختياري بس بدي أعمل عملية إحماء لكل الجسم ممكن أعمل عملية مشي بعدين جري خفيف لأرفع نبضات القلب ليصير في ضغط دم زايد على موضوع الرجلين. تمام هون أول تمرين بدي بلش فيه اللي هو السكوات اللي هو من أهم التمارين عنا وأفضل التمارين لأنه بتعطي عملية بنائية للعضلات الأمامية والخلفية للرجلين والعضلة الوسطى. كتافي لورا بدي انزل 1 2 1 2. هلا لاحظتوا اهم شيء واهم نقطه عندي اياها انه ما هجموا ركبنا لقدام نزلت بالهيبس لورا ركبتي على مستوى بوطي هاي غلط هون بصير في عنا اصابه بالاوتار الداخليه للعضله للركبه عفوا. هلا بدي انزل تمام شايفين ما نزلت بظهري كمان هاي النقطة كتير مهمة ديروا بالكم. طبعا إذا لاحظتوا أنا أخذت قعد أكثر من كتافي بشوي لحرك العضلات الأمامية والخلفية منطقة الهيبس فتحت رجلي أكثر وشوي مشاطي شغلت العضلة الخلفية زاد الضغط عليها مو يعني ما بتشتغل زاد الضغط عليها فتحت رجلي أكثر شغلت العضلات الداخلية وعضلة الهيبس أكثر. أنا في عندي ممكن ألعب هون ثلاث مجموعات 12 أو 15 على وزن جسمي بفتح رجلي أكثر كمان نفس الموضوع وأكثر. هلأ نصيحة تبعي لألكم دائما بطلع بالوزن تدريجيا هي رقم واحد. رقم اثنين إذا كنت عم بتمرن ضمن صالة رياضية أو بالبيت أو عم بتمرن لحالي دائما 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 ركز على موضوع رقم واحد اللي هو أهم شيء هو الأكل. رقم اثنين هو التمارين الرياضية. بس احنا هون عنا موضوع التمارين الرياضية بيهمني شغلة واحدة دائما هي العب عليها هي الحركة الصح. الحركة الصح هي مفتاح لكل شيء بعدين بدور على الوزن. هون 1 2 هاي التمرين خلصنا منه فتحنا رجلينا كمان سويناه هون. التمرين الثاني هو لونجز. اللونجز هي رجل لقدام ورجل لورا 90 درجة. لاحظتوا أول شغلة واللي هي أهم شغلة رجلي عم بفتحهم على مستوى كتافي راجع برجلي لورا تمام عم بزل 90 درجة بتسعين درجة رجلي ما عم تهجم لقدام وعم بطلع هون ظهري مشدود إذا كنت حامل وزن بإيدي أو على ظهري هون ممكن أحمل وزن ممكن أحمل ممكن على وزن جسمي ممكن أعمل 12 يمين 12 يسار. هلأ أهم شيء رجلي ما بيكونوا
ورا بعض ابدا، بيكونوا بهي الطريقه ظهري مشدود دائما. باي تمرين عم بلعبه عم بنزل اتنفس، بتنفس وبشد معدتي دائما اللي هي اساس كل التمارين. هلا هيك بكون عملت تمارين خاصه بعضله الاماميه خلفيه، عضله الهيبس وعضله الداخليه للرجلين. اهم من هذا كلياته في عنا عضله كثير مهمه دائما اشتغل عليها، هي بطه الرجل، او احنا مثل ما بنقولها هي البطاط. هي العضله دائما نستخدمها دائما، وهي رقم 2 يعني احنا بنسميها القلب الثاني، بتزيد ضخ الدم من تحت لفوق. رقم 1 هون بطلع 1 2. هلا في عندي غلط دائما هو مشاع لكل العالم، هو بطلع هيك بهي الطريقه. هون صار في عندي عدم ضغط على العضله، صار في عندي بس عدات. هذا الشيء غلط، انا بدي اشتغل على العضله صح، بدي اشتغل تركيز عالي، بده يكون في عندي توافق ذهني مع العضله. انا عم شغل بطاط رجلي بطلع وعلى مهل بنزل، فيني استخدم مثل وزن اطلع عليه او فيني استخدم وزن اضافي. ممكن هون افضل دائما العدات من 15 ل 20 عده، بثبت فوق بهي الطريقه. تمام كمان تمام. هلا في عندنا نحن زوايا للعضله، دائما بفتح رجلي على شكل 7 بطلع 1 2 3 4. شغلت العضله الداخليه اكثر، طبعا مو يعني انه ما عم تشتغل هي، لا بس زدت الضغط عليها. بشغل بهي الطريقه مشان احرك العضله الخارجيه للبطاط. كمان ممكن نلعب 3 12، بفضل دائما 15 12، طبعا حسب العمر التدريبي تبعي رقم 1. رقم 2 واللي هو اهم، فيني استخدم كل رجل لحال. اذا عندي مشكله، اذا عندي رجل اكبر من رجل او عندي عضله اكبر من عضله، هي كمان كثير نقطه مهمه اني اشتغل عليها. هون 1 2 3، انتبهتوا منيح؟ 4 5 6 7 8. هيك بنكون شغلنا الرجلين كلهم مع عضلة هيبس، عضلة خلفية أمامية والداخلية وعضلة البطاط اللي هي كمان كتير مهمة. دائما 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 نحن بنتعلم وبنتدرب مع بعض. رقم 1، رقم 2 اللي هو الأهم الأكل الصح، رقم 3 طريقة التمرين الصح. دائما طريقة التمرين هي اللي بتعطيني فاعلية لعضلات الرجلين، فاعلية لعضلات الظهر، لعضلات المعدة. استخدموا التركيز بقلب التمرين، هو ماله شيء بدنا نعمله ونخلص، لا هو خليه متعة لنا. يعطيكم العافية وبشوفكم بعدين، باي باي. مشاهدينا، للحديث عن كيفية المحافظة على صحة وسلامة الكلية من خلال اتباع نمط حياة صحي، بصرنا أنه نستضيف اليوم معنا الدكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية العلمية السورية للأعشاب الطبية والطب التكميلي والتغذية، عن الحديث عن الكلية أول ما يتبادر للذهن الماء. يسعد اوقاتك دكتور، اهلا وسهلا فيك. دائما نحن فعلا حديثنا عن الكليه ومشاكلها وامراضها، ومثل ما شفت حضرتك تمام. الدكتور مصطفى حكى عن القصور الكلوي تمام. كان حاد او مزمن، دائما عندنا مشكله، دائما في عندنا مشاكل بالادويه، حتى ممكن احيانا انه نضطر نوصل لغسيل الكلى او لعلاجات يمكن ثانيه او عمل جراحي تمام. طيب نحن ممكن فعلا دائما الطب البديل هو مرادف للعلاج الكيميائي، كيف ممكن نحن نوفر هذا العلاج وما نستخدمه، يعني ما نوصل له ابدا؟ يمكن الماء هو الاساس تماما. الحقيقه هو يعني موضوع مهم جدا، وكثير من الناس ما تنتبه انه هن عم يستهلكوا الكليه لحتى يوصلوا لمرحله فعلا يكونوا في مشكله صحيه. نحن اليوم عناصر الوقايه مهمه قبل حدوث المشكله، وخاصه انه نحن اليوم
ثقافة المجتمع سابقا كانت الاعتماد كثير على المشروبات الطبيعية، ونحن نعرف بالتراث الدمشقي قديش كانت مهمة هي المشروبات اللي كانوا يستخدموها بكثرة. أما اليوم نحن صار في يعني تحول باتجاه الأغذية المصنعة، باتجاه نمط الحياة السريع اللي عم بيوصلنا لاستخدام العديد من المركبات اللي قد يكون لها أضرار على المستوى البعيد، واستخدام بعض الأدوية طبعا بدون مشورة طبية كمان عم بيكون في عنا مشكلة وتأثير الكلية، وخاصة الأدوية اللي نحن بيكون اطراح كلوي واللي هي ممكن يعني تسبب مشكله مع استخدامها مثل ما تحدث طبعا الدكتور في بدايه الحلقه. انا بدي اقول شغله كثير مهمه، الماء هو كلمه سر بعمل الكليه، ونحن اليوم فعلا بحاجه لكميه وافره من الماء يوميا، والقاعده الاساسيه هي قديش في عنا فاقد، قديش في عنا مصروف لازم نعوضه. طبعا نحن اليوم في اشكال متعدده لفقد الماء بالجسم، منها التعرق، منها التبول، منها كثير اشكال نحن بنخسر فيها كميات من السوائل اليومية، نحن بحاجة إنه نحن نعوضها بمدخولاتنا. قديش يعني ممكن مثلا ككمية؟ طبعا عالميا اليوم نحن بنقول 3.7 لتر يوميا للبالغين من الذكور، وحوالي 2.7 لتر يوميا للبالغين من الإناث. طبعا هذا الكلام بيعتمد على طبيعة، خليني أقول، الفعالية الفيزيائية، إذا في عنا عمل رياضي، إذا في أعمال مجهدة، صار في عنا حالات تعرق إضافية نحن بدنا نحسبها. طبعا هذا بيشمل كل السوائل اللي بناخدها خلال اليوم، سواء عن طريق الأغذية أو عن طريق المشروبات. أمر آخر، اليوم نحن لما نحكي عن مشروبات صحية نحكي عن مشروبات، قطعا نحن لازم ننتبه من موضوع ما نسميه عسرة الماء. الماء اليوم نحن لما نقول مي، ففي مي بتكون فيها شوارد و فيها كالسيوم وفيها مجموعة من المعادن والأملاح، ممكن يكون لها تأثيرات سلبية. صح. لذلك إما بدنا نعتمد نحن مسألة الفلترة الماء، أو بدنا ناخد مياه صحية، أو ممكن بالبيت اللي ما توفر عنده أي شيء ممكن يعتمد موضوع أنه يغلي الماء ويصفيها ويأخذ القسم الطافي منها، فهون بيكون أقل احتواء على، خليني أقول، هالرواسب اللي ممكن تسبب مشكلة. وحقيقة حسب دراسات كثيرة متقاطعة أنه كثير من أشخاص عم بيشتكوا بيعانوا من مشاكل حصى ورمال بولية، وبالتالي نحن هون فعلا بحاجة لإدخال بعض المشروبات الصحية اللي هي ممكن تساعدنا في الوقاية من حدوث المشكلة فيما بعد. طبعا نحن عم نحكي عن شيء مدر للبول آمن، أهم شيء الحقيقة متوفر بكثرة ومانه غالي أبدا، هو شباشير الذرة أو شعر الذرة اللي متوفر بسوريا، يعني ممكن غليه، ونحن شرب الماء بيساعدنا بعملية إدرار البول. أيضا القريص، نبات القريص نبات مهم جدا للكلية، من النباتات المهمة والمفيدة عندنا نحن إكليل الجبل، عندنا نبات بنسميه زنب الحصان أو زيل الخيل، كمان هذا متوفر. والأهم نبات هو نبات سوري الحقيقة مهم جدا، هو الخلة السورية. نبات الخلة السورية هو نبات مهم جدا، مش بس لأنه هو بيدر البول، حتى بيساعدنا بأنه هو بمضاد تشنج، وبالتالي بيساعدنا بعملية طرح الحصيات البولية أو الرمال الموجودة. طبعا هذا كله ما بيعطي نفع إذا ما كان عندنا كمية كافية من السوائل اللي تساعدنا على إطراح، لأن احنا تركز دائما قلة السوائل، قلة الماء، عم تركز بعض السموم منا. مثلا نحن عنا نتريت اليوريا اللي هو أثناء طرحه ذواب في الماء، وعمليا لما نقل بتقل كميات الماء بالجسم الواردة، فبيصير لون البول غامق وبيصير ذو رائحة، بينما لما نحن نرفع كميات الماء فمنلاقي أنه الإطراح صار سهل وعمليا ما في رائحة واللون بيكون يعني لون نقي. قبل ما نكمل دكتور، في معنا اتصال من علي كمان رح ناخده. أهلا وسهلا فيك. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، تفضل. يعطيك العافيه دكتور. يا اهلا وسهلا. والله بدي اسالك هلا، جدي رجال كبير عمره 80 سنه، تمام، ودائما بيشكي من وجع كلاوي قوي، فشو السبب؟ هلا نحن بنرجع بنقول الموضوع يحتاج الى متابعه طبيه لنشوف اذا في عندنا مشكله، مثل ما تفضل الدكتور بانه في عندنا مشاكل بوظائف الكليه او هيك. اجمالا في ممكن يكون بعض الادويه اللي عم تناولها بهالعمر، الله يطول بعمره ان شاء الله بالصحه والعافيه، قد يكون لها تداخل كمان بوظيفه الكليه. بس بنرجع بنقول نحن بنركز على انه اجمالا لازم يكون كميه السوائل اللي عم ياخذها كميه كافيه، ومتابعه وظائف الكليه من خلال التحاليل الدمويه اللي بتظهر لنا فعلا انه هو في حاله، يعني في مشكله او الموضوع هو عرضي فقط. تمام.
دكتور، بدنا نرجع للأطعمة والأغذية اللي فعلا هي مفيدة للكلية أو حتى للقصور الكلوي، أو حتى كمان بدنا نحكي عن المضار منها، يمكن في بعض الأغذية حتى بيكون في تفاعل بينها وبين الأدوية ما بننصح فيها، يمكن شو هي أهمها؟ الحقيقة الأغذية الضارة إذا بلشنا فيها، أول شيء نحن الدهون المشبعة، نحن اليوم كل شيء عنا دهون مشبعة، سواء نحن ناخذها عن طريق السمن أو الحيواني أو المركبات الدهنية الأخرى اللي نحن شائع باستخدامها بمجتمعاتنا، البروتين الأحمر، الحقيقة اللحم الأحمر كثير منه كمان له ضرر، يعني لازم ناخذه بكميات وجرعات تكون محددة. كل شيء فيه أملاح، يعني نحن اليوم كمان عم نحكي عن مخللات أو أي شيء من الأغذية والأطعمة اللي فيها ملح كميات كبيرة، لازم كمان ننتبه لكمية الملح. هاي اللي بيكون معنا أمراض، هذول للصحيحين وللمريضين، لازم نحن ننتبه على الكمية. لأن نحن اليوم نرجع منقول هالأغذية هي كونه بتحتوي، خاصة اللي بتحتوي على الأملاح، فكلها لها دور سلبي عمليا على وظائف الكلية. أما الأغذية الصديقة الحقيقة للكلية فهي نحن إذا بدنا نبلش أهم الأغذية هي، وعنا اللي بتخفف من حالات الإنتانات، عنا الثوم، عنا البصل، مهمين جدا الحقيقة لأنه فيهم مركبات كبريتية مضادة للجراثيم بتساعدنا بتخفف حتى من حالة الإنتانات. الحقيقة في القرنبيط، في الفجل، هي كمان من المأكولات اللي ممكن تكون مفيدة جدا ومتوفرة بشكل كتير كبير، نحن فينا نستخدمها. بالإضافة إنه الكرافس كنا عم نحكي تحت الهواء بأنه كمان هو مفيد، في كتير من الحقيقة النباتات، الكرات، هي كلها نباتات مفيدة بتخفف. النباتات خليني أقول الأخرى اللي ممكن تساعدنا، الزعتر المعروف بسوريا في عنا أنواع منه، في عنا الزعتر السوري حقيقة، زعتر أيضا الزوبع، كلهم هدول مفيدين كما مضادات للجراثيم، فبيخففوا حالة إذا في عنا حالة إنتان متوقع ممكن يكون موجود. طبعا المتة مستهلكة بشكل كتير كبير، خلينا نقول نحن لها دور إيجابي بعملية إدرار البول، ولكن ننتبه كمية الكافيين لأنه الكافيين كمان ما هو كتير صحي للكلية. ممكن نحن نضيف إلى بعض الأعشاب، والأعشاب المتوفرة وذكرناها ممكن تكون ساعتها تكون أكثر فائدة، في الآس أو الريحان له دور كتير مهم كمان متوفر بشكل كتير كبير، حتى في مشروب كتير مهم للمواطنين بشكل عام هو فعلا المشروب الدارج وهي المتة. يعني بيقول إنه أنا إذا ما بشرب مي ممكن عوض بالمتة. هل هذا صحيح؟ مفهوم صحيح؟ ككمية سوائل فينا نعوض، بس نرجع منقول الكافيين نحن بدنا ننتبه على تأثيراته السلبية. يعني نحن المتة إدرار البول مهم جدا ومفيد، ونحن ممكن نستفيد من خواص المدرة للبول بشكل جيد، بس لازم ندعمها بمجموعة أعشاب بنفس كاسة المتة، فهيك بنكون حصلنا على فوائد أعلى من استخدامها. طبعا بدنا ننتبه على شيء، نحن اليوم كميات السائل المي خلينا يعني نقسمها على مدار اليوم، يعني احنا لما بنحكي عن 10 ل 15 كوب لازم تكون مقسمه على مدار اليوم، وممكن هي نفسها من ضمن المشروبات خلينا نقول اللي بتكون سواء اعشاب او مشروبات اخرى. ونحن ننتبه من المشروبات السكريه لانه عم ناخذ سكر، وهذا السكر له تاثيرات سلبيه على الصحه، نحن بنركز على المشروبات اللي ما فيها سكر او ما فيها ملح حتى. وننتبه اليوم نحن رايحين باتجاه شهر رمضان المبارك ان شاء الله كل عام والجميع بخير، الله يسلمك. نحن بنحكي فعلا على شهر رمضان، ننتبه لموضوع العرق سوس، يعني العرق سوس مفيد ولكن له اضرار ثانيه دائما بيعتمد الصائم بحال تعويض السوائل المي ولا او حتى عرق السوس، يمكن كمان هي يمكن جيد ومفيد، ولكن مشكلته على الضغط، موضوع احتباس سوائل، هي يعني مشكله لازم ننتبه عليها، لازم اشخاص اللي عندهم ارتفاع بالضغط ينتبهوا من تناول عرق السوس، وهذا الكلام اساسي جدا. في مشروبات ثانيه بس بنركز للاسف نحن رحنا باتجاه استخدام مشروبات سكريه، وهون عم بيأثر سلبا على الوزن، وعم بيأثر سلبا على يعني الشخص، يعني نحن عم ناخذ سوائل من جهه، وعم ناخذ سكريات واضرار السكريات حتى نحن فيما يتعلق بالمشروبات الغازيه. فنحن بنركز انه نحن ناخذ المي من مصادر طبيعيه، وممكن نحن بعض المياه الاعشاب اللي ذكرناها اللي ممكن تكون لها فائده مهمه باستخدام يعني الاشخاص اللي عم سواء اللي كانوا عندهم شكايات او اللي ما هن عندهم شكايات وبدهم ياخذوها. حتى السيدات اللي بدهم يحافظوا على نضاره البشره، الماء مهم جدا لنضاره البشره، اللي احنا اليوم الجفاف ممكن يسبب لنا مشكله تظهر البشره اكبر من عمرها الحقيقي، تمام. وهذا الكلام بيظهر عند كثير من السيدات اللي هن بيكون كميات السوائل قليله، بيسبب نقص الماء، كميات يعني نقص كميات الماء الوارده، الصداع الحقيقه كمان نحن الشقيقه ومشاكل تماما اخرى مرتبطه بنقص السوائل اللي نحن بنتعرض لها نتيجه كميات الماء القليله. بالاضافه انه بيكون في عندنا مثل ما شرح الدكتور قبل فقر الدم، كثير من الناس بيشتكوا من مشاكل حتى العلاقه ب خليني اقول توازن الشوارد بالجسم، كمان هذا مرتبط بكميات
كمية أساسية بالمي. يعني نحن المي هو أساسي لازم يعني 60% من جسم الإنسان بيعتمد بشكل رئيسي على الماء. حتى العلاج وبالتالي يمكن. العلاج مهم جدا من خلال الماء. حتى في طرق بالمعالجة بالطب البديل مثلا الهيدروثيرابي هي المعالجة بالماء، سواء للمشاكل الجلدية أو الأشخاص اللي عندهم زيادة بالوزن هن كمان بياخدوا ضمن الحميات تبعهم لأنه بيتحكم بالسعرات الحرارية بشكل إيجابي ويساعدنا على فقد كميات جيدة من خلينا نقول الكالوري اللي ممكن تسبب زيادة في الوزن، وهذا الكلام كتير مهم للأشخاص اللي عم يعملوا دايت وحميات تمام. غذائية. مدى الكلى دكتور ممكن يخضعوا لمجموعة من الوقاية أو حتى أنه نظام غذائي متبع خاص فيهم؟ طبيعي بالأغذية اللي هن ما بصير يتناولوها واللي ممكن تسبب لهم مشاكل لازم يخففوها، وذكرنا برجع بقول الدهون المصنعة، كل الأشكال المصنعة، الأغذية السريعة اللي ممكن تاكل هي كلها عندنا مشكلة فيها، الأكثر من اللحم الأحمر، الأشياء اللي هن خليني أقول الفليفلة مهمة جدا مفيدة على فكرة، الفليفلة مفيدة للأشخاص اللي عم يعني لا نحن الحد ممكن يكون لها مشاكل تانية، نحن عم نحكي عن الفليفلة المتوفرة الخضراء أو الحمراء بس اللي ما تكون حارة، يعني هي ممكن مفيدة جدا للأشخاص اللي بدهم يحافظوا على صحة الكلى، بالإضافة إنه الأشياء الخضراء خليني أقول كل شيء يعني الورقيات المتوفرة عندنا نحن هي مهمة جدا، مثلا البقدونس الرشاد هدول مهمين جدا بنحن استهلاكنا اليومي لوظيفة الكلية، والحقيقة هن بيوفروا كمان كمية من السوائل المهمة، الختمية الخبازة نبات سوري مهم جدا وكثير من العائلات بالريف بيعتمدوه كوجبة أساسية، كمان مهم زيت الزيتون من المركبات المهمة جدا ممكن استخدامها، يعني هدول المركبات متوفرين نحن عنا صحيح. فنحن علينا فقط نستبدل الشيء اللي نحن متعودين ناخده سواء الـ يعني المقلي أو المعرض لعملية خلينا نقول الروستد، الأشخاص بياخذوا شيء مدخن هذا كله له تأثيرات سلبية، نحن بدنا ناخذ الأشياء خلينا نقول المسلوقة أو المحضرة بطرق صحية أكثر، المحضرة بزيت الزيتون ذات فائدة أكبر للكلية بالعموم، وبنفس الوقت بنرجع بنقول بنخفف من حالات الانتانات لما بنقلل من لما بنكثر من كميات السوائل الواردة يوميا، بننتبه على مصدر المياه اللي موجود عندنا، ممكن احنا ما يكون الكل حلل قديش فيها شوارد، فلذلك بنعتمد على مبدأ انه احنا نفلتر المي، ناخذ القسم الطافي منها اذا ما كان متوفر عندنا الفلتر في البيت. اكيد دكتور استمتعنا فعلا بالمعلومات اللي اعطيتنا اياها وقدمت لنا اياها فعلا، ودائما بتمنى الصحة والسلامة للجميع، ودائما يكون ننصح انه غذائنا يكون نظامه سليم وصحي لتجنب اي عارض او اي مرض. بدي اتشكر حضورك معنا الدكتور شادي الخطيب وحضرتك اختصاصي بالطب البديل، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك. حقيقة برنامج مميز ومتشكركم كثير على يعني الاضاءات المهمة على الاشكال ممكن نتعرض لها بتعرضنا لمختلف انواع خليني اقول المركبات والحميات والاغذية المفيدة بإنا بالمجتمع او شكرا كثير لك دكتور. مشاهدينا في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى لكم مشاهدينا دوام الصحة والعافية، دمتم بخير، إلى اللقاء.